قبل الخروج من الممر والنزول إلى أرضية الملعب أمام الجمهور. حان موعد المنافسات من العيار الثقيل في دوري الأبطال الآسيوي، حيث نتابع الأسماء الكبيرة والرنانة في عالم كرة القدم. أصبح مستوى المنافسة قريبا من نظيره الأوروبي، وهذا أمر رائع. وركلة البداية، يا لها من لمسات فنية تلك التي يقوم بها، ولن تمر تلك الكرة. يا سلام، مراوغة ممتازة. أين سيلعب الآن؟ يتحرك بمفرده، قد يسجلون الهدف هنا. الآن هناك إمكانية التسديد الآن، والهدف